أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لمادة الأسبوع الرابع عشر من كتاب التربية الإسلامية للصف السابع. قبل أن أبدأ لابد بتعريف الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. إذن الأهداف هو عرض محتويات الأسبوع الرابع عشر وربطها بالمواد الأخرى التي نقوم بدراستها. الموضوع الأول الذي سنقوم بدراسته أعزائي الطلاب هو موضوع جميل جدا ينم عن قيم أخلاقية رائعة جدا وهو بعنوان الاعتذار. دعني أقرأ لكم هذا الموقف ثم نتحاور فيه ونستنتج ما معنى. قال أحمد لأمه: لقد أخطأت في حق زميلي اليوم في المدرسة يا أمي، وإني نادم على ذلك. الأم: بارك الله فيك يا بني، ويجب عليك أن تعتذر إلى صديقك غدا وتطلب إليه العفو والمسامحة، فإن ذلك من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف. أحمد: بإذن الله يا أمي سأفعل ذلك. إذن هو سبب ندم أحمد كما رأيتم هذا الموقف؟ سبب ندمه بأنه شعر بالندم، شعر بالندم أي أنه أخطأ في حق زميله، لذلك فهو يعلم أنه هو المذنب أو هو المخطئ. ما الخلق الذي ظهر في الحوار السابق؟ الخلق هو الاعتذار، فالاعتذار هو صفة من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان، لأنه يجعل الإنسان قوي وراقي ومحبوب من الآخرين. جميعنا يخطئ، وقال الله تعالى: خير الخطائين التوابون. إذن يجب علينا أن نعترف بخطأنا، من منا لا يخطئ سواء كبير أو صغير. فعندما يعرف الإنسان خطأه ويبدأ بالاعتذار، فإنه سوف يصل لأعلى مراتب الأخلاق. والله سبحانه وتعالى خلق البشر في جماعات تربطهم الكثير من الروابط الاجتماعية والإنسانية، فعلى كل فرد أن يراعي مشاعر الآخرين من حوله، وإذا أخطأ شخص ما في حق الآخر لابد أن يعترف بخطأه ويتراجع عنه ويعتذر من الآخر، حتى تنتشر مشاعر الحب والسلام في المجتمع ونصل إلى مجتمع راقي. للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى المنصة التعليمية ومعرفة ما وجد فيها من تقييمات ذاتية وأنشطة تفاعلية تساعدك على التزود بالكثير من ما يخص الدرس. الموضوع الثاني الذي سنقوم بدراسته هو مقام أهل الكهف. دعونا نقرأ الحوار ثم نستنتج. رجع عمر إلى بيته فوجد أمه تقرأ سورة الكهف، فقال لها: لما تقرأين سورة الكهف يا أمي؟ قالت الأم: يا بني، إن لها فضلا عظيما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: جزيت خيرا يا أمي، سأحافظ على قراءتها. لماذا سميت سورة الكهف بهذا الاسم؟ جميعكم يعلم أن هناك سورة في القرآن تسمى سورة الكهف، تعود إلى قصة أهل الكهف التي جاءت في القرآن الكريم، وهي عندما قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذن تم اكتشاف الكهف في قرية الرجيب عام 1963، وأشار العلماء بعد تنقيبهم في الكهف إلى وجود آثار تعود للحقبة التي عاش فيها فتية أهل الكهف، ومواضع قبور قد تكون لهم، وآثار لعظام تعود لحيوان يتوقع أنها للكلب الذي كان معهم. وهذه الإشارات والآثار هي ما دفع عددا من العلماء والمؤرخين إلى أن هذا الكهف هو كهف أصحاب الكهف الوارد ذكره في القرآن الكريم، وهو مفتوح اليوم لزيارة السواح، حيث يعرف أنه مكان أثري فيه مسجد للصلاة، وقد حافظت الحكومة الأردنية عليه واهتمت به وسعت إلى ترويجه سياحيا، فيعتبر من أهم المعالم السياحية الدينية في الأردن، حيث يقصده الناس من شتى دول العالم وحتى من غير المسلمين لزيارته ومعاينته عن قرب. ستتعرف إلى المزيد من المعلومات
للرجوع إلى الصفحة الخاصة بهذا. أشكر استماعكم وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة لكم. أراكم في دروس قادمة وإلى اللقاء.